فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن Mind Maps تجميعات. شرحنا Blood Pressure Regulation في فيديوهين. النهاردة هنتكلم عن Vasomotor Center، ده الجزء الأول، و Hypertension التاني، التالت Hypotension، الرابع Syncope. فالنهاردة تجميعات لكل اللي احنا قلناه قبل كده، بس في عناوين تبدو جديدة بالنسبة لكم. البداية Vasomotor Center أو الـ VMC. كلمنا قبل كده إن الـ Vasomotor Center يحتوي على أربع أماكن. علشان كده هقسم لك الـ Vasomotor Center إلى Areas و Factors Affecting. الأربع أماكن: أول مكان Sensory، واتفقنا علشان أنفذ وضيق البلود فيسل لابد توصل لي رسالة أحس بيها، يبقى في جزء حسي، وده اللي بيميز الفازوموتور سنتر إن هو السنسوري إيريا. السنسوري إيريا بيستقبل سيجنال جياله من بارو ريسبتور علشان يوقف، أو البريفرال كيمو ريسبتور علشان يشغله. احنا هنا بنتكلم في السنسوري اريا، انا بستقبل السيجنال منين. بعد كده في الفاكتورز افكتنج هنقول مين يشغلني ومين يوقفني. طيب الاريا التانية هو البريسور اريا. بريسور يزود الضغط، ده مكان ينفذ اكشن معين. كلنا عارفين ان الفازوموتور سنتر عندما يوصل له دم قليل سيعاني، هيشتغل الاسكيميك نيورونز في اعصاب جوه الفي ام سي، حست بحرمان الدم. الاسكيميك نيورونز دي موجوده في البريسور اريا، قالت طب ايه الحل؟ عايزين نعلي الضغط. طب نعلي الضغط ازاي؟ ارجع افكرك، ينزل من الفازوموتور سيجنال على اللاترال هورن سيل، لان ده الاوريجين اوف اوتونوميك. البلاد فيسل ما اقدرش اتحكم فيها، لابد يبقى الاوريجين بتاعها لاترال هورن سيل، يخرج منها افرنت بري جانجليونيك، ويخرج منها افرنت تاني من الجانجليا بوست جانجليونيك، يروح للبلاد فيسلز علشان يعمل لها فازو كونستريكشن. عايزك تفتكر معايا اللي قلناه قبل كده في CNS ischemic response، اخر short term nervous regulation، قلناه الفيديو اللي فات. لو حصل برين تيومر، ورم في المخ ضغط على البلاد فيسلز، وده مهم جدا، وزود الانتراكرينيال تنشن. هتقول لي ماشي، او نزيف في المخ على ضغط الدم. خلي بالك ان السيريبرال اسكيميك البرين بيعاني من نقص في كمية الدم، وهو لا يتحمل هذا النقص اكتر من 3 دقايق، هتموت كل الاعصاب وخلايا المخ، ما ينفعش. علشان كده الاسكيميك نيورونز اللي في البريسور اريا انتفضت، عملت فازو كونستريكشن علشان يعلى الضغط عامه في الجسم كمين ارتيريال بريشر، ولما يعلى هيزيد الفلو اللي واصل للتيشوز ومن ضمنها البرين، كانها مصلحه مشتركه. انا علي الضغط عندك علشان الفلو اللي واصل لي يزيد. ولو تفتكر الفيديو اللي فات قلنا ان CNS ischemic response هي المحاولة الأخيرة last ditch لإنقاذ البرين نيورونز قبل فوات الأوان. ده بيحصل لما المين arterial pressure يكون أقل من 50 ملليمتر مركري. زي ما في اريا تعلي الضغط بريسر،
في إريا تانية اسمها ديبريسور. خدها قاعدة، أي حرفين دي إي تعني إزالة. فاكر زمان قلنا ديبولاريزيشن، إحنا بنغير في الشحنات. ديبريسور إحنا هنشيل البريسور إفكت، مش هنعلي الضغط، بالعكس فازو دايليتور. سؤال الطلبة، هو في فازو دايليتور سنتر؟ أيوة، وحنقوله النهاردة، موجود في الهايبوثالاموس أو الاريا الرابعة كاردياك سنتر، وده بيسبب تاكي كارديا. طيب أنا عايز الفاكتورز أفكتنج فازو موتور سنتر، وده جدول مين يشغلني ومين يوقفني. استيميولاتوري بارتس أو الحاجات اللي تنشطني إيه هم؟ أربعة فاكتورز، دايركت فاكتورز، عوامل مباشرة. تعال أفكرك بحاجة، لما الفيسل بيضيق إيه اللي بيحصل؟ تقول لي هيتجمع البلد ميتابولايتس كاربون دايوكسيد. طب قصدك بإيه كده يا دكتور؟ هقول لك حاجة بسيطة قوي، إحنا لما جينا اتكلمنا على برين تيومر قلنا إن هو ضغط على البلد فيسلز. أي فيسل في الدنيا يتخلص من الويست برودكتس، كربون دايوكسيد، الهيدروجين، اللاكتيك أسيد وغيره. طالما الفيسل داء هيتجمع الميتابولايتس دي اللي هو السي او 2 هيتجمع والأكسجين هيقل. طب طالب قال لي أنا استنتجت شيء، إذا زاد السي او 2 طب ما هو ده فازو دايليتور هيقلل الضغط. الفي ام سي يقول لا ما ينفعش، انا جوايا بريسور اريا اساسية، علشان تعمل نيجاتيف فيدباك انا عايز ارجع الامور لطبيعتها، يبقى ده ستيميولاتوري ليا علشان اعلي البلد بريشر، اعمل العكس. طبعا ده كوشنج ريفليكس. في ستيميولاتوري تاني بيريفرال كيمو ريسبتورز، وقلناها الفيديو اللي فات، لما المين ارتيريال بريشر يقل عن 80 مليمتر مركري هيشتغل اورتيك بادز كاروتيد بادز، يبعتوا سيجنال عن طريق فيجاس جلوسو فارينجل، يشغلوا في ام سي ويوقفوا سي اي سي. تعال افكرك، لما الفي ام سي يشتغل يحصل فينو كونستريكشن فيزيد المين سيركيولاتوري بريشر، فيزيد الفينس ريتيرن، فيزيد اند دايستوليك فوليوم، فيزيد ستروك فوليوم، يزيد كاردياك اوتبوت، يزيد ارتيريال بلاد بريشر. كلها سلسله متلاحقه من الاحداث. طيب العكس، البارو ريسبتورز قلنا متخصص لما الضغط يعلى. فكر معايا بالعقل، لما الضغط يزيد من مصلحتنا نشغل مكان يعليه كمان وكمان؟ تقول لي لا، عشان كده البارو ريسبتور وقف الفازو موتور سنتر عشان يحصل فازو دايلاتيشن فالضغط يقل، نيجاتيف فيد باك. الايموشنز، ودي انا عايز اركز عليها، في نوعين من الانفعالات، انفعالات عاديه وانفعالات شديده جدا. اي انفعال في بدايته سيمباثيتك، خدناها مع الاوتونوميك عادي، حتى نقول لك it is emergency condition، في حاله طوارئ في الجسم، اورجانز كتيره بتشتغل، بيوبل توسع، برونكاي توسع، الهارت يشتغل اكتر، وهكذا. دايما مع اي انفعال بدايته سيمباثيتك، كانه جهاز انذار، الارم، خلي بالك في مشكله دلوقتي. لكن السيمباثيتك لما بيشتغل بيعمل فازو كونستريكشن، بيعلي الضغط، يشتغل البارو ريسبتور. البارو ريسبتور لما تشتغل اورتيك ارش وكاروتيد ساينس
هتبعت إشارات بالفيجس وجلوسو فارينجل علشان تشغل كاردياك انهيبيتوري سنتر وتوقف فازو موتور سنتر. تقول لي انا معاك، طب وهي ازاي تشغل الكاردياك انهيبيتوري؟ تقول لي بالفيجاس وجلوسو فارينجل. طب السؤال التاني، وازاي السي اي سي يكمل شغله؟ عن طريق الفيجاس بارا سيمباثيتك. يعني احنا بدأنا بسيمباثيتك في بداية الايموشنز، مايلد ايموشنز او مايلد بين، اي حاجة مايلد في بدايتها يشتغل السيمباثيتك ثم يتحول الى باراسيمباثيتك، ودي كنا بنسميها زمان اوتونوميك شيفت، في نقلة اعتمدت على سيمباثيتك اولا ثم باراسيمباثيتك ثانيا. علشان كده خلي بالك معايا في الجدول، الاستيميولاتوري في البداية الالارم ده بيشغل الفي ام سي، لكن الانهيبيتوري اللي يوقف الفي ام سي سيفير ايموشنز، الجريف الحزن الشديد، وده في الحالة دي يشتغل البارا سيمباثيتك. طب ليه البارا اشتغل؟ للحفاظ على البلاد فيسلز. تخيل وانت زعلان سيمباثيتك شغال فيضيع الفيسل، فالبلد يخبط في الول lateral pressure، طب ما هو ممكن الفيسل يفرقع ينفجر، عايزين نحافظ على الفيسل لازم نعمل الشيفت. ربنا عمل النقلة دي خلاك تعتمد على باراسيمباثيتك عشان الفيسل يوسع فالضغط يقل ونحافظ على الفيسل انه ما يربشرش. المعلومات دي في غاية الأهمية. نفس الفكرة في البين، بداية البين كمايلد يشتغل على طول الفي ام سي، ضغطك بيعلى، لكن لو البين شديد او مزمن كرونيك انا عايش بيه بقالي سنين خلاص بارا سيمباثيتك يشتغل. لو واحد عايش بألم فترات طويلة مش هيفضل على طول في حالة استرس. ده كلام مهم، وحتى تقدر تلاحظه لو في واحد توفى قريب لي في البداية بيشتغل سيمباثيتك، طبعا بيبقى بتضايق، بعد كده بيبكي وبيهدى، البكاء لان اللاكريمال جلانز قنوات الدمعية سبلايد باي بارا سيمباثيتك، حتى تقدر تلاحظها في الحياة العادية. اللنج انفليشن، لو اتنفخت الرئة، الرئة فيها ستريتش ريسبتور قلناه مع الريسبيريشن، هيرينج بروور ريفلكس، الاتنين علماء ألمان دول قالوا ايه؟ لازم يتبعت اشارة بالفيجاس يوقف الابنيوستيك سنتر، وكمان هيوقف الفازو موتور سنتر. طب ليه؟ الفازو موتور سنتر لو ما وقفش هيزيد الفينس ريتيرن. طيب الفينس ريتيرن يزيد اكتر ليه؟ البلورال فينز خلاص، احنا دلوقتي اللنج اتنفخت مش عايزين فينس ريتيرن زيادة، هو مع بداية الانسبيريشن يزداد الفينس ريتيرن. طب لو اللنج بقت منفوخة زي البالونة على الاخر، مش من مصلحتنا تزود اللي واصل للرئة، يبقى لازم نوقفه. طب مين المسؤول انه يبعته؟ تقول لي السيمباثيتك، الفينو كونستريكشن وزيادة الفينس ريتير. طيب مين اللي شغل السيمباثيتك؟ في ام سي، يبقى لازم نوقف الفازو موتور سنتر. سؤال الطلبة دلوقتي، هل في فازو دايليتور سنتر طبيعي؟ اقول لك اه، في الهايبو سالاموس، هايبو سالاميك سيمباثيتك فازو دايليتور. بس خلي بالك من الكلام اللي انا كاتبه، ان الهايبو سالاميك فازو دايليتور هاز نو نورمال تون،
ده مش شغال عادي طول الوقت. النورمال تون بتاعنا هو السيمباثيتك العادي اللي بيعمل مايلد فازو كونستريكشن، يضيق الفيسل بين البنين، لا هو يضيقها قوي ولا يوسعها على الاخر. طب امال ده امتى يبقى اكتيفيتد؟ حطيت لك احتمالين، فيسيولوجيكال مع الاكسرسايز، وده منطقي جدا. وانت بتجري انت عايز فازو دايلاتيشن اوف سكيليتال ماسل بلاد فيسلز، عايز السكيليتال ماسل في ايديك ورجليك يوصل لها دم كفايه عشان اقدر اكمل مجهود. اهو الفازو موتور سنتر، خلي بالك في جزء منه ديبريسور اريا، وده مهم جدا، يعني البارو ريسبتور يقدر يشغل الديبريسور اريا او في ام سي، او يشغل الهايبوثالاميك فازو دايليتور سنتر. ممكن ده يشتغل باثولوجيكال. فاكر لما قلت لك لو حلقت دقنك بالموس هنا عند منطقه الرقبه انت بتضغط بالشيفنج ريزور على الكاروتيد ارتري؟ لو عندك سنسيتيفيتي من التروما دي او الخبطه دي هيغمى عليك. ليه؟ لانه هيشتغل هايبوثالاميك فازو دايليتور سنتر، او عريس بيلبس الياقه الاسبانيش التايت كولر ضاغط على الكاروتيد ارتري. سمينا الكلام ده كاروتيد ساينس سندروم وشرحناه من قبل لو تفتكر. طيب نيجي للجزء الثاني، هايبرتنشن. امتى ضغطنا يزيد؟ الضغط بيزيد لازم اعمل عنوانين كبار، اكسبيريمنتال على الفئران ازاي نعلي الضغط عندهم، وعلى الهيومن. في الاكسبيريمنتال هتكلم على ثلاث افكار. انا جبت فار دلوقتي ابحاث الترقيه، ماجستير، دكتوراه، ايا كانت، عايز اعمل تجربه عشان اعلي الضغط. اول تجربه قالها واحد اسمه جولد بلات. جولد بلات قال انا هجيب مقص جراحي، مش المقص اللي عندنا في البيت، لا، كلامب، حتى لما تيجي تقفله يعمل تكه كده. انا هقفل الرينال ارتري. طب هقفل عليه بالمقص؟ ايه ده، انت حرمت الكدني من الدم بالنسبه للفرده، عملت رينال اسكيميا بالنسبه له. اول ما اقول رينال اسكيميا اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي يكمل معايا، يقول لي خلاص الكدني بتاعت الفار هتطلع الرينين، يحول انجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1، وانجيوتنسين 1 يتحول لانجيوتنسين 2 بالانجيوتنسين كونفرتينج انزيم، والانجيوتنسين 2 يعلي الضغط، يا اما فازو كونستريكشن طبعا من اسمه، يشغل سيرست سنتر، يشغل اي دي اتش الدوستيرون، يوقف اتريال ناتريوريتك بيبتايد. شرحنا الكلام ده بالتفاصيل في لونج تيرم ريجوليشن الفيديو اللي فات. دي طريقه. طريقه تانية بقى نيورو جينيك. اول ما تقول نيورو تفكر في اعصاب. طب ما اجي اقطع الفيجاس، خلي بالك الفيجاس ليه افرنت بينقل اشاره ان الضغط زاد، وليه افرنت اكشن او موتور حركي انه يقلل ضربات القلب. تقصدك ايه؟ انهي فيجاس هتقطعه؟ افرنت اللي بيبلغ الاشاره، البفر نيرف. طب انا لما اقطع الفيجاس والضغط انا زودته في الفار، هل يا ترى هيبقى فيه ريسبونس؟ لا، انت بوظت الريفلكس ارك، علشان كده هيفضل الضغط عالي. في طريقة تانية نعالج الفار ده بديزوكسي كورتيكو ستيرون، حاجة زي الكورتيزون. الكورتيزون بيعلي الضغط ازاي؟ بيشتغل كأنه الدوستيرون، وانت عارف ان الالدوستيرون يمتص
الصوديوم من الليت ديستال توبيول. طب انا لما اوصل الصوديوم واعليه في الدم هيسحب من السيلز ميه فيزود الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم. كملوا معايا، يزيد الفينس ريتيرن، تمام، يزيد اند دايستوليك فوليوم، يزيد ستروك فوليوم، يزيد كاردياك اوت بوت، يزيد بلاد بريشر. على فكره الكورتيزون ليه كذا طريقه يعلي بيها الضغط، مش بس انه يشتغل كالدوستيرون بجرعه كبيره، لا ده كمان هينشط الانجيوتنسينوجين يحوله لانجيوتنسين 1 ثم انجيوتنسين 2 فيعلي الضغط. ده في حاجه تانيه في الكورتيزون، انه هيخلي البيتا 1 ريسبتور على الول اوف ذا هارت سنسيتيف تو كاتيكولامينز، يزود حساسيه البيتا 1 ريسبتور لاستقبال الادرينالين والنور ادرينالين، فيزودوا السايكليك اي ام بي جوه الهارت، وفي النهايه يزيد قوه الكونتراكشن. تعددت الطرق والنتيجه واحده. نيجي بقى للهيومن. واحد ضغطه عالي تفكر في ايه؟ عنوانين كبار، برايمري او سكندري. كلمه برايمري في الطب اولي، غالبا السبب غير معروف، حتى نيجي نقول لك unknown cause او idiopathic، والله ما عارف السبب. قد يكون وراثي جينيتك، العيلة دي كلها ضغطها عالي، الأب الأم كلهم ضغطهم عالي، ده اسمه جينيتك، ده مهم جدا. طيب ممكن تبقى secondary. secondary hypertension ايه المقصود بيها؟ الضغط زاد كنتيجة لمشكلة في مكان آخر. يعني بمعنى السي ان اس مثلا كوشنج ريفليكس ذكرناه، الضغط عالي والهارت ريت قل بطريقه ميرزلو. قد يكون المشكله كارديوفاسكولار سيستم، في اختناق في شريان الاورطه، انت اتولدت بعيب خلقي، عندك الثوراسيك اورطه ضيقه، ده معناه ان البلاد بريشر هيعلى في الابر ليمب وده مش طبيعي. الطبيعي ان الدم بيتجمع في اللور ليمب بالجاذبيه، ضغط الدم لو قسته في اللور ليمب اعلى من الابر، لا الموضوع هنا اتعكس. تمام، قد يكون العيب اندوكراينال، العيب في الغدد. تعال افكرك بحاجه بسيطه، الكاتيكولامينز اللي قلناها في الاوتونوميك لو حصل ورم في الادرينال مضله فيو كرومو سايتوما هيعلى ضغطك، او انتي دايوريتك هرمون اذا زاد افرازه هيعلى ضغطك، بسميها في الحاله دي اس اي اي دي اتش سيندروم، ده اس اي inappropriate غير مناسب ADH secretion، يعني زيادة غير مناسبة في إفراز الـ ADH، أو الألدوستيرون زاد جدا، ده في ورم في الأدرينال كورتكس اسمها كونز سيندروم. يعني إذن دور على مين كهرمون بيعلي الضغط، ده العادي بتاعه فيسيولوجيكال اكشن، لو حصل ورم او افراز زياده عنده هيعلي الضغط اكتر، يعمل هايبرتنشن. اديك مثال، الكورتيزول انت لسه بتقول بيعلي الضغط بكذا طريقه، في مرض اسمه كوشنج، ده على سبيل المثال، كل دول يعلوا الضغط. خلي بالك في حاجه، انه اتنين بحرف السي يعلوا الضغط، عشان كده كبرت السي قوي بالبولد
كورتيزول يعمل كوشنج، وكاتيكولامين زيادتها فيوكروموسايتوما. خلي بالك ان الاسم ده ليه معنى، اوما معناها ورم، الجزء ده او المقطع ده لاتيني. طيب ايه هو الكرومو؟ الكرومافين تيشو بتاع الادرينال مضلة، بقى فيه ورم زيادة في الافراز على الضغط. قد تكون المشكلة رينال، المشكلة في الكلى، اي انفلاميشن في الكلى يؤدي الى زيادة الضغط. انفلاميشن معناها ايتس، جلوميرولو نفرايتس، خدها معايا كبدايات، ده مقاطع الطب الكلاسيكية. طب حصل انفلاميشن، اكيد الفاسل هيضيق، الفاسل يضيق يبقى اسكيميا، يبقى رينين يطلع، وهكذا رينين انجوتنسن سيستم. طب في اذر كوزس، بوليسايسيميا فيرا، اذا زاد عدد الريد بلاد سيلز، لما يزيد الريد سيل كاونت ده بيزيد الفيسكوزيتي. كلنا عارفين ان الفيسكوزيتي تتناسب دايركت مع الريزيستنس. الله، يعني هيزيد توتال بيريفيرال ريزيستنس. التي بي ار هو اللي بيحدد ضغط دمك، اذا زاد التي بي ار يزيد الضغط. تاني حاجة بريجنانسي، لان بيزيد الكاردياك اوتبوت في الست الحامل، ده مهم جدا. الست الحامل عندها سولت اند ووتر ريتنشن، احتباس مية وملح. طب الاحتباس ده يزود الاكسترا سيليولار فلويد فوليوم، فيزود الفينس ريتيرن، وهكذا اند دايستوليك ستروك فوليوم كاردياك اوتبوت وضغط الدم. قد يكون توكسيميا، تسمم حمل، مش معناها ان الست الحامل عندها تسمم، لا، الضغط زاد كانها في حاله تسمم منه. او حبوب منع الحمل، بيلز، حبوب منع الحمل فيها استروجين، والاستروجين ده بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن، بيحبس المية والملح. اي واحدة بتاخد حبوب منع الحمل جسمها مورم شوي. لاحظ معايا حاجة، انا كبرت البي قوي بولد عشان اقول لك الاذر فاكتورز اربعة يبدأوا بحرف البي. بوليسايسيميا الاولى، بريجنانسي التوكسيميا بتاعته، وهي التانية بيلز كونتراسيبتيف بيلز حبوب منع الحمل. طيب ايه هي مشاكل زيادة الضغط؟ اول ما اقول الضغط زاد تفكر على طول في الاورتيك بريشر. لو ضغط الاورطة عالي من البداية ده هيمنع اللفت فنتريكل ايجكشن الطبيعي. لفت فنتريكل بيضخ الدم في الاورطة من هاي بريشر عنده الى لو بريشر في الاورطة. طب لو ضغط الاورطة عالي من البداية ده هيمثل افتر لود اورتيك ريزيستنس، وعشان نتغلب عليها لازم الفنتريكل يعمل ايزومتريك كونتراكشن ثم ايزوتونيك كونتراكشن. شرحنا الكلام ده قبل كده. يبقى الضغط العالي هو increase after load. طيب الضغط العالي يعمل ايه؟ لازم الفنتريكل كنتيجة يملى كتير ثم يقفل الايفي فالف، والدم الزيادة اللي جواه يخبط في الول، يحاول يعمل ايجكشن، معرفش، يملى السايكل اللي بعدها. كل ما يزيد الفوليوم اوفرلود سيؤدي في النهاية الى بريشر اوفرلود، تضخم في جدار القلب. التضخم ده في ميزة وفي عيب، تعال نتكلم عن العيب دلوقتي. الول تخن
طب ما هو عايز اكسجين كفاية وعدد الكابيلاريز محدود. فاكر لما قلنا مصروفي هو هو ولكن طلباتي صرفي ابتدى يزيد، مصروفي مش مكفيني. الكابيلاريز اللي كانت رايحة للول اوف ذا هارت وهو طبيعي كانت عاملة له اكستشينج عادي، لكن دلوقتي الول تخن فبقى ريلاتيف اسكيميا، مش قادرة الكابيلاريز تلبي النيدز اوف ذا فينتريكولار وول، فأدى إلى اسكيميك هارت ديزيز. وطالما اسكيميا يبقى الجزء ده من عضلة القلب هيبتدي يموت، يؤدي إلى التالتة انفاركشن، ودي فكرة مايوكارديال انفاركشن. ليه في جزء المايوكارديوم مات وصل له دم قليل؟ يا إما الكوروناري أرتري مسدود من الأول، يا إما في ضغط عالي في الأورطة والنتيجة فوليوم أوفرلود ثم بريشر أوفرلود ثم هايبرتوفي ثم ريلاتيف إسكيميا. عشان كده الكومبليكيشنز جمعتها لك ببولد آي كبيرة. دايما في المايند مابس لازم يكون عندك سياسة محددة تقدر تفتكر من خلالها. 3 آي increase after load أدى إلى ischemic heart disease، أدى إلى infarction. طيب نتكلم على آخر جزء عندنا hypotension. الضغط لما يوطى في احتمالين، acute مشكلة حادة حصلت دلوقتي ودي سببها ممكن نقول شوك، صدمة مفاجأة. الفيديو اللي جاي هتكلم عن الشوك. الشوك بالمعنى الحرفي صدمة، لكن لو عايز تفهمه التيشو وصل لها دم قليل. طب وصل لها دم قليل يبقى الفلو قليل نتيجة بريشر جريدينت قليل أو سينكوب اللي هنشرحه دلوقتي، فقدان مؤقت في الوعي. ما هو طالما الفلو قل البرين كمان هيعاني فهتفقد وعي، loss of consciousness. طب لو chronic hypotension، أنا الضغط عندي واطي بس بشكل مزمن، شيء طبيعي، التوتال peripheral resistance هتقل. هتقول لي الله، طب وفي الحالة دي هيقل الفينس ريتيرن، بيحاول إنه يعوض وكارديك أوتبوت بتحاول عشان يحصل perfusion مناسب، adequate perfusion. كلمة perfusion معناها تدفق الدم. طيب نيجي لآخر عنوان عندنا في المايند مابس فيديو النهاردة، سينكوب. هو أنت ليه أغمى عليك؟ فقدت وعيك ليه؟ عندي أربع عناوين. أول عنوان vascular، العيب في blood vessels. هقول لك حاجة بسيطة قوي، لما كنا بندخل المشرحة زمان وإحنا طلبة في ناس تشوف منظر الجثة أو الدم يغمى عليها، إيه اللي حصل؟ الإيموشنز الزيادة شغلت الكورتكس اللي هو قشرة المخ. دايما الكورتكس هو أعلى مكان في البرين، هنعرفه بالتفاصيل مع فيديوهات السي إن إس. كورتكس شغل اللي تحته، هايبوسالاميك فازو دايليتور سنتر. فاكر لما قلت لك ان الفازو دايليتور ما يشتغلش في الظروف الطبيعيه؟ هنا هيعمل فازو دايليتيشن اوف ارتريولز بتاعت السكيليتال ماسل، يقلل ضغطك فالفلو اللي رايح للبرين يقل يغمى عليك. سميناها فازو فيجل اتاك. فازو ده رمز لفيسل وعاء دموي. طب ليه قلت فيجل؟ لان مين اللي وسع الفيسل وقلل ضغطك؟ فيجس كاي فريند، لان ده بارا سيمباثيتك. دايما التسميه في الطب البدايه والنهايه مقطعين، فازو فيجل. طيب الثانيه كاروتيد ساينس سندروم وشرحناها، هيغمى عليك
نتيجة حساسية مفرطة في الكاروتيد أرتري شيفينج أو تايت كولر. طب ممكن الإغماء يكون سببها هارت نفسه؟ آه، هقول لك حاجتين شرحناهم في الإي سي جي من قبل. فينتريكولر فايبريليشن الفي اف، لو الفنتريكل اترعش فشل يعمل افكتيف بامبنج يبقى الايجكشن هيقل، ستروك فوليوم يقل، كاردياك اوت بوت يقل، بلاد بريشر يقل، فلو اللي رايح للبرين يقل، النتيجه الحتميه سينكوب، وعيك ستفقده. طيب اول حاجه التانية، اتفاجئنا ان البركينجي فايبرز هي البيس ميكر، بتضرب من 20 ل 30 بيت بير مينت. طيب ده حصل امتى؟ اي في بلوك، مفيش كهربا بتعدي من الاتريا الى الفنتركل، السي انود شغال لوحده والفنتركل شغال لوحده، وقلنا عليها ثيرد ديجري بلوك، المرحلة الثالثة، لأن البلوك ثلاث أنواع. النوع الأول كل الإمبلس هتعدي من إتريا للفنتريكل بصعوبة ويطول البي آر انترفل، مش ده موضوعنا. النوع الثاني السكند ديجري، من كل اثنين إتريا الإمبلس عدت واحدة، أو من كل ثلاثة إتريا الإمبلس عدت واحدة برضو لا. هنا البركينجي اعتمد على نفسه كومبليت هارت بلوك. تخيل هارت بيضرب ب 30 بيت بير مينت، لما اقول هارت قصدي فنتريكل، شيء طبيعي انت قليت التلت عن العادي، العادي كان 90 دقه بقينا 30، يبقى اللي رايح للاورطه قل التلت، يبقى البلاد فلو اللي رايح للبرين قل جدا يؤدي الى سينكو. اللي اكتشف كومبليت هارت بلوك والفنتريكل يشتغل بنفسه ايديو فنتريكولر ريزم هو ستوكس ادم سندروم او ادمز ستوك سندروم. نيجي للاحتمال التالت، ده بيحصل في الناس العواجيز كبار السن. كبار السن السيمباثيتك تون عندهم ضعيف. يعني ايه؟ في الطبيعي انا نايم ريكامبنت، نايم على ظهري، لما اقف الدم بيتجمع في اللور ليمب باي جرافيتي، تقول لي انا عارف، فالضغط هيقل في الابر ليمب. عندنا كومبنساتوري ميكانيزمز علشان نعلي الضغط، يشتغل البريفرال كيمو ريسبتورز، تمام، وده يشغل الفازو موتور سنتر، ينزل منه سيمباثيتك، يكمل سيمباثيتك تون، فضغطي يعلى والامور تتحسن. الناس الكبار لا، البلاد بيتجمع في اللور ليمب وهو فاقد للسيمباثيتك تون، قدرته على الفازو كونستريكشن ضعفت قوي. عشان كده الناس الكبار، جدك او جدتك لو عندك في البيت، يقعد على طرف السرير شوية، ما يقومش فجأة، لو قام هيغمى عليه. عشان كده سميناها postural hypotension. كلمة posture معناها وضع الجسم، position، انتصاب القامة. ضغطي قل لما غيرت وضعي، او ليها اسم تاني اورثو ستاتيك هايبوتنشن. كلمة اورثو معناها وضع الجسم برضو، اورثو ستاتيك هايبوتنشن. خلي بالك البارو ريسبتورز غير شغالة. الاذر كوزس بالنسبة لي، ودي اسباب نادرة قوي، احنا قلنا الاسباب الاهم فاسكولار سببين، كاردياك سببين، وبوستشرال هايبوتنشن. الكف، الكحة، في ناس لما تكح قوي بيعلى الانترا سوراسيك بريشر، ضغط في السوركس عالي، لان انا بعمل فورسد
اكسبيريشن. اتفقنا قبل كده لما شرحنا فالزالفا مانوفر ازاي يقيم شغل البارو ريسبتورز، قلت لك لو عملت فورسد اكسبيريشن اجينست اكلوزد جلوتس انت عليت الضغط في السوركس، فهيعلى الضغط في الثوراسيك اورطه، ولما يعلى الضغط في السوركس كمان انت هتقفل الفينا كيفا، لان انت هتزود الضغط في البلورال فينز، والبلورال فينز والفينا كيفا شبكه واحده، اذا زاد الضغط عندي هيزيد عندك، فلما يزيد الضغط في الفينا كيفا طبعا هيقل الفينس ريتيرن، ما بقاش فيه بريشر جريدينت بينه وبين المين سيركيولاتوري بريشر، طبعا يقل الفينس ريتيرن فيقل اند دايستوليك فوليوم، فيقل ستروك فوليوم، فيقل كاردياك اوت بوت، فيقل ضغط الدم، فيقل الفلو اللي رايح للبرين، فتدخل في سينكوب فقدان مؤقت للوعي او ميكتوريشن. في نهاية هذا الفيديو بفكرك بالعناوين الرئيسية اللي اتكلمنا فيها. فازو موتور سنتر، اربعة ارياز، اربعة ستيميولاتوري فاكتورز، اربعة انهيبيتوري فاكتورز، ومين هو الهايبوسالاميك سيمباثاتيك فازو دايليتور سنتر. تاني عنوان هايبرتنشن، بيعلى اكسبيريمنتال بثلاث طرق في الهيومن، برايمري وسكندري. سكندري تابع لمشكله في مكان اخر، هو السي ان اس او سي في اس او اندوكراين او رينال او اسباب اخرى تبدا بحرف البي، بي بوليسايسيميا فيرا، بي بريجننسي توكسيميا، او بيلز حبوب منع الحمل. مشاكل الهايبرتنشن ثلاث كلمات بحرف الاي، increase after load، ادى الى ischemic heart disease، ادى الى infarction، hypotension acute و chronic، والسينكوب كلمنا عن اربع عناوين، vascular سببين، vasovagal attack carotid sinus syndrome، cardiac عنوانين Adams Stock Syndrome وVentricular Fibrillation، Postural Hypotension، Other Causes نادرة Cough and Micturition. كان معاكم دكتور محمد فايز.